السلام عليكم. النهارده ان شاء الله المحاضره بتاعت الاسبوع المفروض اللي فات بتاعت الفيرست ايد اتكلم فيها على الوندز والهيموريدج. انا مسجلها ويا ريت الصوت يكون كويس المره دي. فكر المره اللي فاتت كان الجزء الجيولوجي الثاني كان كويس. انا مشغل كده عامل سكرين شير. طبعا النزيف والجروح هم دول من الحاجات اللي طبعا الفيرست ايد بتتعامل معاهم. عندي الجروح الوونز نوعين اللي هي الاوبند والكلوزد. اوبند طبعا انتوا فاهمين يعني الجرح ظاهر خفيف قطع على في الانسجه واصل لسطح الجسم فاقدر اشوف الفتحه. كلوزد ممكن يبقى الجرح داخلي ويعمل نزيف وكل حاجه بس انا مفيش تهتك في انسجه الجسم على السطح يعني الجلد سليم في العادي. الهيموريدج عندي نوعين من الهيموريدج، واحد اكسترنال واحد النوع الثاني انترنال. اكسترنال بيبقى الدم هيطلع بره والانترنال الدم هيبقى في تجويف من تجويف الجسم ممكن يبقى انترا كرانيال مثلا ده انترنال انترا ابدومينال انترنال ممكن يبقى انترا بيريتونيال انترنال انترا بلورال برضه انترنال في الغشاء البلوري بتاع كل الحاجات دي انترنال. الاكسترنال يبقى في قطع والنتيجه النزيف بيحصل نتيجه ان القطع ده لامس ارتري او فين يا شريان يا وريد فالدم بيتدفق من هنا. انواع الجروح في الكونتيوجنز التجاحات في الكراتشز الخربشه او الخدوش انسجن القطع وطبعا ده اقلهم تلوثا بيبقى القطع يبقى كلين يعني كده ما فيهوش تعريف كتيره. لاسيريشن التهتك البانكتشر يعني حاجه تخش زي ابره كده او مسمار خرق. افالجنز لما جزء من الصوبع يطير او جزء من انسجه بالذات العظم يعني اللي خدناها في المون في الافالجن فراكتشر اللي هو جزء من طرف العظم يطير بنسميها افالجن. امبيوتيشن بتخ العضو كله حصل له بتخ طار. وفي الجروح بالرصاص وونز باي بوليت اللي هو الرصاص اللي هي مقذوفات يعني كلمه تقصد بيها المقذوفات اكتر. طيب عندنا بعد كده الكونتيوجن او البروزنج اللي هي السجاحات. طبعا دي بتبقى مميزه باللون الازرق زي ما احنا شايفين كده. دي ما فيش هنا ما فيش دم ده مش ما هوش اوبن وند بقى كلوز يبقى عندي حصل كدمه جامده او حصل صدمه جامده على الانسجه من بره تمام او حاجه حكت فيها جامد حصل فريكشن جامد فبيبقى فول وفايولنت شوك كدمه جامده زي ما قلنا ممكن سقطه ما زي الكدمه خبطه جامده. بلانت اوبجكت لو حاجه خبطت هتبقى بلانت يعني ما عملتش قطع بلانت يعني تلمه بالبلدي تلمه حاجه ما هياش حاده مش حد حفها مش حاد ده بيعمل لي هيموريدج صغير بس في تحت الانسجه المجاوره في الانسجه المجاوره وما بيحصلش فتحه لسطح الجلد فعشان كده مفيش ريسك الانفكشن عادي بيبقى لو ريسك اوف انفكشن بس بشوف اللون زي ما انتم شايفين بروزنج بشوف البروزنج اللي هو ايه اللون الازرق اللي انا شايفه ده على تحت الجلد من تحت يعني من خلال الجلد بشوف لون ازرق ممكن يبقى خطوط ممكن يبقى يكون لون ازرق عام بعد كده ممكن يتحول بيبقى احمر في الاول ممكن وبعد كده يتحول ازرق وبعد كده ممكن بيختفي بالتدريج. سكرابينج او سكراتشنج اللي هي الخدوش او التجريح اللي هو ممكن يتم بحاجه حد ده اوبن ووند طبعا يبقى اوبن ووند وده بيبقى معرض للتلوث. الاكسترنال لير السكين بتبقى تورن عندي الطبقه الخارجيه من الجلد بتبقى تورن اوي يعني مقطوعه ممكن الانسجه اللي تحتها تنكشف ممكن يبقى فيه دم طبعا يبقى فيه نزيف. بيجي من ايه؟ خدش او تجريح بيجي طبعا فريكشن ريجيد سيرفس ممكن يكون خربشه مخلب حيوان ممكن يكون اسلاك شائكه مثلا اي حاجه معرجه وحد هتعمل لي خدش طبعا بيبقى بينفول وفي ريسك للانفكشن انه اوبن ووند زي ما انتم شايفين. طبعا هنا في صوره لكل حاجه عشان تشوفوها. انسجن بيبقى الحاجات في العاده الجراحيه
اللي هو القطوع، بس تبقى كلين كات شارب كاتنج، ممكن جراحي، ممكن اصابه بسكينه، ببطوه، بالعاده يعني حاجه حاده بس محدده الاطراف بحاجه حاده شارب ايدج، بتبقى ايه، ما هياش مشخشره، ما فيهاش تعريج، فبتديني كلين كات. وده طبعا الجرح ده بيبقى اقلهم تلوثا، بيبقى طبعا less contamination، risk of contamination بيبقى less than scratching. اللاسيريشن اللي هو التيرنج او التهتك، بقى الجلد بيتهتك، بيبقى ريجولار ايدج، ده بيجي في العاده دايما من الماشينري اللي هو المكن، البربد واير اللي هو اسلاك الشيكه، ممكن تعمل كده لو ما عملتش خدش، لو كانت دخلت بعمق اكبر بتعمل لاسيريشن. البربد واير بس هي دي الاسلاك الشيك. انيمال كلو زي ما قلنا ممكن يكون انيمال كلو، بس حيوان كبير شويه المخالب بتاعته بهدلة الانسجه، يعني مش حيوان صغير، يبقى حيوان كبير، مش اقل من كلب يعني، كلب كبير يعني، فممكن ده يبقى ايه، بيعمل لي اللاسريشن، تهتك الانسجه. طبعا ده عندي هنا ايه، ريسك اوف انفكشن عالي جدا، حاجه زي كده الانسجه بتتهتك بكتيري، فممكن البكتيريا او الاورجانيزم تخش من اي حته. اللي عندي البرفوريشن اللي هي الثقب، او اللي هو ممكن بيجي من حاجه مدوره، حاجه يعني مدببه، ما هياش خربشه، لا حاجه مدببه بتخش، تبقى شارب اوبجكت، ديب لاير كونتامينيشن تيشو اللي بتخش جوه، وممكن انها بيحصل نفاذ جامد لجوه، ممكن تعمل لي تبوظ الانترنال، توصل الانترنال اورجنز، تعمل لها يا اما تهتك وتعمل لها تلوث كمان، ده البرفوريشن. بعد كده عندي الالجن زي ما قلنا، سكين اوف اذر تيشو بارشالي او كومبليتلي، الانسجه في العاده بيبقى عضل، في العاده بيبقى بعيد يعني، جزء كبير من الفلاش من العضله مثلا بيبقى الجن، لو جزء من العضله هيبقى الجن مش سكين بس، لو جزء من العظم زي ما شفنا في البون الجن بون فراكتشر، بيبقى جزء يبقى حصل له يا اما قطع جزئي او كلي وبقى بعيد عن الجسم. الامبيوتيشن اخر حاجه اللي هي عملها لوحدها بس، اللي هو الباتر زي ما قلنا، ما بيحصل جزء من البارتشال او توتال loss of a part of the body، في العاده بيبقى الاطراف، حاجه من الاطراف يعني. اكيد غابت لو طارت مش هيبقى باتر بس، انه مش هيعيش يعني. البولت بيبقى عندي جرح بالبولت، بيبقى عندي هو الرصاص او المقذوف، بيبقى عندي سمول انتري واكومبانيد اوفن باي بيرن، بيبقى في بعرفها ازاي، بيبقى في حرق حوالين مكان بتوع القذيفه، تبقى سخنه جدا، تبقى مولعه، في بيرن اراوند ووند، دخولها مصاحب بالانتري بتاعها، في بيرن حواليه، وبقى الاكزيت بتاعها اكبر من الانتري، ومش شرط يكون على نفس الخط، مش شرط يكون الخصوصة تدخل مكان، تطلع من مكان على استقامه مكان دخولها، لا ممكن يحصل تعرق شويه جوه الجسم، في انسجه فالخصوصة ما تطلعش، لو طلعت يعني من نفذت ما تطلعش بالظبط من خط الاستقامه مع مكان الانتري بتاعها. ريكوشي ببساطه هو الشظايا، يعني مش زي الرصاصه بس اصغر. شايفين هنا دي صور، شايفين هنا الامبيوتيشن حصل صبع وطار اهو، افالجن زي ما شايفين في جزء يعني كبير من الانسجه طار، شايفين حته بحالها من اللحمه كده اتشالت، او ممكن حتى طار في الاصابع ونشوفها في الاشعه واضحه. كراش انجري ده السحق، يعني حاجه زي اللاسيريشن كده قريب منه. وفي اللاسيريشن عندكم تحت، الابريجن خدناه اللي هو زي الخربشه كده. في بعد كده عندي البانكشر اللي هو قلنا عليه، اللي هو حاجه مدببه بتخترق الجسم، اللي هو البرفوريشن. الفكره البانكشر هو نفسه البرفوريشن، ممكن احطها بين قوسين عشان ما تخبطوش، فهي هي دي. هنا ايه اللاسريشن، طبعا كومن وونج بتحصل كتير، موست لايكلي ريزلت ان تحصل في الشغل كتير او حاجات زي كده يعني، تهتك. ماشي. عندي بعد كده ستاين اوف انفكشن بتاع الوندز، ايه بنعرف منين او نستنتج ازاي ان الوند حصل له انفكشن؟ اقدر اعرف الحكايه دي ان انا طبعا بيبقى الجرح بيبقى مؤلم، بيبقى ريد اند سولن، بيبقى وورمر، بيبقى ادفى، والابيرنس بيبقى بيحصل فيه باس، بيظهر على سطحه باس، لو حصل على سطحه صديد بيبقى ايه كده، ده معناه ان حصل تلوث.
الارتيريال نوع انواع البليدنج زي ما قلنا، لو حصل جرح وحصل منه نسف يبقى غالبا في مش بس شعيرات دمويه اتقطعت، لا ممكن يكون ايه شريان او وريد اتقطع. الارتيريال بليدنج بعرفه زي الارتيريال هيموج، يبقى شارب ريد بلاد، دم لونه زاهق، دم فاتح، يبقى في دم بيندفع، ديفيكالت تو كنترول، بيبقى بالساتايل مع الهارت بيت، يعني هلاقي بيطلع الدم على هيئه دفقات حسب مع كل واحده مع الهارت بيت، يعني مع السيستول بتاع الهارت، كل انقباض في عضله القلب بيعمل دفقه في الدم اللي بيطلع، بشوفه بيطلع نمضات يعني ماشيه مع الهارت بيت. عندي الفينس هيموريج بيبقى لا دارك ريد، الديسكارج بيبقى بطيء وريجولار، ما بيبقاش نفقات، بيبقى مستمر بس بطيء، واسهل طبعا في التحكم بتاعه. الهيموريج بتاع الكابيلاريز بيبقى طبعا شعيرات دمويه صغيره، طبعا هيبقى برضه ريجولار للشارج، بيبقى سلو فلو، ابطا من فينس وابطا من ايه؟ من الثاني اللي اتكلمنا عليه. عندي السيبتوم ساينز طبعا اس كده من غير اكس ساين، الثانيه اس مع اكس ده سيمبل معناها سيمبتومز. ايه الساين والسيمبتوم بتاع الهيموريج؟ طبعا الشخص نفسه بيفقد دم، بيبقى بيل، بيبتدي يفقد دم، بيبقى شاحب كولد، اطرافه بتبرد بالذات الاطراف، والمويست سكين الجلد بيبقى مرطب انه فقد دم. رابيد اند ويكنينج بالس، الدم النبض بيبتدي يضعف بيبقى سريع عشان يحاول يعوض الفقد في الدم ان هو يسرع البامبنج. بيبقى ويكنس طبعا في ضعف، ديزنس اللي هو الدوار، ممكن الاثنين ممكن حاجه واحده. اجيتيشن اند اور انكزايتي، اجيتيشن يعني مجرد بيبقى منفعل زياده او متنرفز او مش على بعضه، انكزايتي طبعا بيبقى في حاله هياج، حاله تهيج. ممكن يبقى النفس سوبرفيشال وقصير، مش لاقي ياخد نفسه، نفسه قصير وايه وسطحي، مش بياخد النفس بعمق. ليه بيبقى كده؟ النفس بيبقى سريع طبعا، عايز ياخد اكسجين قد ما يقدر، فما بيبقى ما فيش وقت ياخد انفاس عميقه، فالتنفس بيبقى سوبرفيشال والنفس قصير. نوزيا اللي هو من القيء، والثيرست طبعا عشان فقد ميه ودم، دم ميه، في الجسم بيحاول يعوض، بيحساس بالعطش. انترنال بليدنج مختلف عن الاكسترنال بليدنج، الاعراض ما بشوفش دم بيطلع من الجلد، بس الدم ممكن لو حاجه في الراس ممكن دم يطلع من خبطه في الدماغ او حاجه، الاقي دم طالع من الود او من الانف، يعني من الايه او النص، ده معناه ان في نزيف حصل في جوه الجمجمه، دي علامه خطيره. ممكن لو حاجه في العين نفسها او كره العين، مقلب العين نفسها، الدم هيبقى جوه كره العين، فهيبقى الاي انجكتد بالضبط، يعني انجكتد يعني مش محقونه بالدم، محتقنه بالدم، هيبقى كونجستد اكتر، كلمه الصح تبقى هنا اقول ايه اغيرها برضو عشان تبقى واضحه بالنسبه لكم، يبقى الاي كونجستد بيز بلاد، بيتنج اوف ريد بلاد، ممكن يترجع بلاد، ممكن يبقى ينقط دم من مكان مش معروف، ممكن الاقي الفوميت، بيبقى الترجيع ده بيبقى تنتد، يا اما دم غامق، يا اما ايه كوفي بين اللي هو دم طبعا اللي اتهضم بيبقى لونه زي حبوب القهوه، دم غامق كده، يبقى الدم مش الفوميت، هيبقى تنتد. لو طبعا تنتد بالبرايت بلاد كلر يعني برايت بلاد بلاد، بيبقى ده حاجه من فوق من المريء غالبا، كل ما المعده بيبقى الدم مش فاتح فيها في الغالب، الا لو حاجه فريش خالص يعني حصل مصيبه في المعده فطلع الدم فريش، لكن ريد بلاد في الستولز، ممكن ريد بلاد في الستولز، وممكن بلاك ستولز، وممكن ريدش او براونش يورين، لو نزيف داخلي ممكن يعمل لي ريدش او براونش يورين. الفيرست ايد اللي تتعمل في انترنال بليدنج بالذات، عندي الاي بي سي اللي احنا عارفينها، ال ابوستروف اي بي سي، بخلي الفيكتيم مستريح عشان كل حاجه هتخليه ينزف اكتر، برفع رجليه الاثنين بتنيهم على 30 سنتي اللي هو ليمب، يعني رجليه الاثنين بتنيها 30 سنتي عشان اقلل التأثير الجاذبية على النزيف. لو هو مش بيتنفس بحطه على الجنب أفضل، أو unconscious، مش قصدي مش بيتنفس، قصدي مش واعي، بحطه على الجنب، بخليه safety sideways. ليه؟ لأن كده بيبقى المجاري التنفسية مفتوحة أكتر، لو في حاجة في الفم عايزة تنزل هتنزل، فبحطه side lying أفضل، بحطه sideways أو side lying. عندي don't give anything by mouth، احنا عارفين الكلام ده قلناه قبل كده، حد عنده نزيف داخلي او شك في نزيف داخلي، وحتى في الكسر زي ما قلنا قبل كده، دكتور العمود الفقري بالذات بخاف يحصل مشكله، فما بديهوش اي حاجه بالفم،
وطبعا بيكون فقط دم بيحتاج ان هو كيب هيم او كيب هير وا. الاكسترنال هيموج برضو ببتدي بالاي بي سي. لو عندي شك في كولم انجوي نقاع الشيك طبعا ببتدي ان انا اثبت. دايركت بريشر على الوند ببتدي اضغط على الجرح عشان اوقفه، ده نزيف ده خارجي. برفع الانجود لمب لفوق عشان طبعا برضو الدم ما ينزلش بالجاذبيه. ريست فيكتيم وببتدي احط بقى ايه كلين دريسنج، بجيب كلين دريسنج واحاول اشطف. هنشوف ده بالتفصيل. بنضف شويه برينجر باي حاجه، لو في مطهر محلول ملح احسن حاجه طبعا، ما لقيتش محلول ملح ممكن رينجر. اسف اضعف الايمان بغسل بميه نظيفه، وبعد كده ممكن اطهر واحط كلين دريسنج. وحاجه مهمه طبعا يقول لك لما يكون الدريسنج ده تبلل بالدم ما تشيلوش، ليه؟ لو دوسته او شلته وهو مبلل بالدم هينزف تاني. فاحنا بنعمل ده لسبب ان الدم يحصل له كلوتنج في الدريسنج، فالبوز بتاعت الدريسنج تبقى مليانه كلوت بلاد، كلوتد بلاد. فالكلوت بلاد ده او الكلوت اللي اتكونت دي بتعمل هيدروستاتيك بريشر على الجرح فيقلل النزيف شويه. الماينر والسيفير اكسترنال بليدنج، طبعا البليدنج خلي بالك بيبقى بيحصل سويلنج او اوديما في المكان اللي حصل فيه. لو السيفير اكسترنال بليدنج وهافي لوس حصل بيحصل لي اكسلريتد هارت ريت، اكسلريتد بريثنج اللي هو سوبرفيشال ورابيد بريثنج اللي قلنا عليه. خلي بالك لو برضه الماينور سهل السيطرة عليه زي ما قلنا، بنطهر بنحط دريسنج بنربط كلام زي كده. الاكسترنال بليد لو حاجة سيفير طبعا مشكلة ممكن تعمل لي شوك، ممكن يعمل لي يخش في شوك، ودي من أعراضها هيعمل يحصل له طبعا في الأول اكسلريتد هارت ريت ولاقي النفس قصير وسريع، بلاقي الجسم طبعا بيل. وكل ده بيحصلش لواحد اتعور في صبعه ولا حاجة بسيطة، مش لازم الواحد يبقى شاحب وجسمه بارد والجلد يعني رطب، لا ده بيحصل في النزيف الكبير بالذات مع الشوك بيل وكولد مويست سكين. اكسلريتد بالس قلنا عليها، جراديولي ويكنينج بيبتدي يضعف يحصل له فينتنج، ممكن يخش في شوك يعني يفقد الوعي، دي هنتكلم عليها في الشوك. الشوكس بيحصل اجيتيشن وانكزايتي مفيش ريسبيريشن. اليانز دي يعني هو تنهدات اللي مش مفهومه السايز، برضه كده اصوات مش مفهومه وتنهدات غير مفهومه وشورت بريث، دي طبعا بتحصل مع الكوما. لو دخلنا بشوك ممكن يخش الكوما واحنا عارفين بيطلع اصوات غير مفهومه او همهمات غير مفهومه. اطبق في جميع الاحوال الاي بي سي اللي قلنا عليها، كنترول بليدنج في مستخدم المثال ده، بي اي ار اللي هو دايركت بريشر على الوند ده بي بالدريسنج، مش بالصبع بعملها مش بايديا بعملها بالدريسنج. وند اليفيشن الاي الاليفيشن برفع الجرح فوق مستوى القلب عشان الدم ما يندفعش قوي، ان هو لو فوق مستوى القلب هيبقى تاثير الجاذبيه عليه اقل، لكن لو هو لتحت هينزف اكتر مع ضغط القلب. الار هنا للريست اوف ذا افكتد بيرسون بيريحه، و جت فيكتيم ريلاكسد اند ريشور بتخليه بتحاول تقلل الانكزايتي او الاجيتيشن اللي عنده، بحاول تريحه وتطمنه. بعد كده لوزن ذا كلوزس كفر اند كومفورت، لو مش عارف تنفس بتفك، لو لابس حاجه تقيله بتفك زرايرها او بتخليها اخف شويه مش كبسه على الصدر، بتريحه وبتغطيه عشان ما يفقدش حراره. لازم طول الوقت بيبقى افري بريمري برايمري اسسمنت افري مينت بتعملوا ايه ايفالويشن طول الوقت عشان ما ممكن لو نزيف جامد بيفقد حياته. اندايركت بريشر بنعمله زي ما قلنا بدريسنج، نعمل سكندري اكزامينشن بعد كده بعد ما سيطر على النزيف السكندري احنا عارفينه، نشوف مثابه الحادث مثابه الحادث ايه، كان ايه اخر حاجه، ايه الامراض اللي عنده، ايه اللي حصل، ايه الادويه اللي بياخدها، دي السكندري اكزامينشن. بشوف الديستال بالس كل شويه اشوف ضعف كويس كده هو، وبربط الدريسنج. ساعات لو النزيف جامد بستخدم التورنيكي، عارفينه اللي هو بيستخدموه عشان يدوا حائط في الوريد، بيبقى كده يعني انبوبه مطاطيه بستخدمها بتتربط على الاكستريميتي عشان هي في الحقن الاي في، بحاول ان انا اخلي العروق ما يعني كونجست شويه بالبلاد عشان اعرف اشوف اودي الحقنه في الاخر. لكن هنا في حاجه زي كده بقفل بيها، بعمل بريشر دائري على الليمب عشان اوقف النزيف. عندي هنا بعد كده ايه الانفكشن بريفنشن، انا بقى خلصت كل حاجه عايز امنع ان يحصل تلوث للجرح اللي حصل ده، فبعمل
كل الجروح المفتوحه should be considered as contaminated، يعني ده ما اقولش ما طنش، اقول مش مطهر، شكله نظيف، ما فيش صديد، يبقى خلاص لا، اي حاجه اتفتحت لازم اعملها كانها ممكن يحصل لها contamination او contaminated بالفعل. push the hand و put on gloves، avoid coughing and blowing، يعني الناس ما تقعدش تنفخ بقى زهقانه، ما تقعدش تنفخ في الجرح، في ناس اللي بينفخوا عباره عن بطال، ما بيحصلش ده لما يكون في حد مجروح ما جيش جنب الجرح وينفخ، وانا طبعا ما كحش ولا اعطس، ده كافينج ولا اترميشن في مكان الجرح قريب منه، بعغي مكان الجرح تماما عشان اقدر اتعامل معاه، يبقى اكسبوز ذا ووند كومبليتلي من غير ما المسه، هو قلنا مش هنلمسه بصباعنا ابدا. ببتدي اعمل رينزنج بفيزيولوجيكال سوليوشن، ممكن يكون الفيزيولوجيكال سوليوشن ده، الفيزيولوجيكال سوليوشن ده بيبقى ملح سلاين او رينجر زي ما قلنا، كلين وذ كلين دريسنج، ريموف اني سيرفيس فور الماتيريال، بحط الستريس ستريل دريسنج وسكيور، يعني بامن بغطي كويس واربط، ديسكارد الجلافز في مكان، طبعا انا حطيت جوانتي، هتشوف في الاول قلنا لبسنا جوانتي، طبعا الجلافز لازم يترمى ما تعملوش تاني وما تسيبوش مكشوف كده مكان مقفول، طبعا في المستشفيات والاماكن المجهزه في حاجات الكونتينيتد بتتعمل لوحدها، بغسل ايديا بعد كده، واي حته حصل لها كونتاكت مع الانجري مع البيشنت، عندي هنا شايفين دي اسمها البيك ميثود، البيك ميثود دي بستخدمها لبس الجوانتي، بغسل اول ايديا بالصابون والميه، وبعدين زي ما انتم شايفين دي بتستخدم للريموفال بتاع الجوانتي، اقصد بتستخدم ازاي عشان ما لوثش ده، يعني مش عارف انا مش شايف لازم اشرحها بس هقولها لكم بسرعه. بستخدم الايديا اللي هي لابسه جوانتي فعلا، وبمسك بنش يعني القط بطراطيف صوابعي البيس بتاع الاذر جلافد هاند، واشد الباره تمام كده، بشد بلف، بعمل رولينج باستخدام الميدل فينجر، بلقط بيها، شايفين عامل سكوبنج للكاف بتاع الجلاف، يعني حرف الجلاف اللي هو الجزء اللي هو ماسك على الراس غلاف حوالين الميدل فينجر بتاعه او الصبع الطويل، بعد كده بشد الجلاف انسايد اوت اوفر، بقلبه يعني تمام فينجر باستخدام ال، بحطه فوق الصوابع والثمب، بيعمل لي زي بيك حاجه شبه منقار طائر كده زي ما انتم شايفين، لفيته الجزء الداخلي ده، قلبته البغا ولفيته على صوابعي والثمب بتاعي، ليه عملت كده؟ عشان الجزء ده هو المعقم، الجزء الداخلي ده هو النظيف ما تلوثش، فبستخدم الجزء ده بعد ما لفيته على الايد، شلته منها كده، لفيته على الصوابع والثمب، بستخدمه ان انا اطلع، هعمل نفس الحكايه بالبيك ده، الايد اللي عملتها ده شكل منقار دي، pinch the opposite glove of the base and pull the cuff، بشيل بمسك الكف الاستك بتاعه اللي ماسك على الرزغ، بسحب من القعده واسحبه باخده على بره وبشده خالص بره الايد، الايد كده عندي ايد بقت الايد اللي هي الثانيه شلت الجوانتي منها خالص من بره لجوه، الايد بقى اللي هي اللي بقت حره من غير جوانتي، ابتدي ان انا ممكن احط صبعي جوه برضه عشان ما حصلش تلوث، ويز الانجلافد هاند يوز ذا اندكس فينجر، بصبعي اللي هو الاندكس بحطه وبشيل البيك جلافد ده اللي هو كنت استخدمته كده، وببقى بشيله من البيز بتاع البيك، وبحط الاثنين في مكان زي ما قلنا كونتينر مخصوص، اللي هو بعد كده بيروحوا بيتعمل له اوتوكلاف المفروض لو في المستشفى شايفين، وايه وبغسل ايديا كويس بعد كده بعد ما استخدمت الجوانتي تمام. تيتانوس انجكشن تبقى مهمه طبعا لما يكون في كونتامينيشن بالسبورز اللي ممكن تسبب لي التيتانوس، وطبعا التيتانوس ده مرض قاتل، ممكن يعمل لي ديزيز، ممكن يعمل لي ماسل سبازم وجو كونتاكتشر، ممكن يخنق، ف الديب بونز اللي هي فيها ريسك عالي من التيتانوس انفكشن بالذات لو سبب عضه حيوان، طبعا ممكن يكون في تلوث مخلب حيوان، كلو حيوان او عضه، او في تلوث مسمار زي ما قلنا، اي حاجه معدنيه، دست، تلوث بالدست، تلوث بالسويل، تلوث بانيمال اكسكريمنت، يعني تلوث بفضلات حيوان، طيور ولا فار ولا حيوانات في الزريبه ولا اي حاجه، كل الحاجات دي لازم
ان انا اخد لها حقن التيتانوس. اي حد خد حقنه زي كده المفروض فورا بيجيب حقن التيتانوس باسرع ما يمكن ويروح طوارئ عشان ياخدها. الامبيوتيشن طبعا دي حاجه صعبه جدا، اللي هو الطرف حد طرفه بيطير او حاجه، لازم اول حاجه طبعا في نزيف اكيد هيحصل، لازم اعمل البليدنج تطلع بين قوسين تورنيكيه، بس قبل اي حاجه بعمل الاي بي سي عشان لو في شوكه الحقها، اشوف الامبيوتيتد بارت لو اقدر ان انا اتحفظ عليه يبقى كويس. بحاول الفه في دريسنج كلين ومويست دريسنج، طبعا مويست بسلاين او رينجر او اي حاجه في سيولوجيكال سوليوشن، بحطه في كلين سيلد باج، بحط الاول في كيس سيلد باج، الباج نفسه بعد ما حطيت الامبيوتيتد اللي هشوف في الدويت دريسنج حطيته في الكيس، ممكن احط بعد كده الكيس نفسه في ايس، احطه كونتينر اوف ايس عشان احافظ على الانسجه. اللي بحط ليبل اهم حاجه يكون فيها الوقت، التاريخ والوقت اللي حصل فيه الامبيوتيشن. الباك بقى اللي هو العلبه اللي انا شايل فيها دي، والباك الكونتينر بتاع الكاجوالتي يعني الكونتينر بتاعي، والباك اللي فيه الامبيوتيتد اورجن بشيلهم بديهم بعد كده للمستشفى. شايفين هنا اهو ده واحد لو حصل اكسيدنت الامبيوتيشن هنا صبع واحده صباعها طار. كلين ذا ووند اول حاجه بغسل كويس بالميه او بسلاين يبقى افضل، بعد كده بغسل الايدين طبعا المفروض اغسل ايديا كويس قبل كده، لو عرفت البس جوانتي يبقى احسن طبعا عشان احمي نفسي مش بس الجرح من التلوث، الجرح ممكن يكون ملوث فعلا وانا احط ايديا تلوث انا كمان. بعد كده بقطع لو فيه هدوم او اي كم ولا حاجه بقطع، وبشوف المكان اللي حصل فيه امبيوتيشن بحاول احصره. الشخص اللي حصل له امبيوتيشن بنيمه على ظهره وارفع ايديه لفوق وبضغط على الاليفيتد اكستريميتي ده عشان اوقف الوند. بشيل بعد كده لو في دبرس شظايا انسجه طايره بحاول اشيلها بالراحه خالص من الجرح، وبقى الطول ده وانا عامل ايه كونستانت بريشر، لو في حد يساعدني مفيش مشكله على البليدنج عشان اوقف البليدنج، والمفروض يقف خلال 15 45 دقيقه بالكثير. بعد كده بقفل بحط باندج حوالين الوند عشان اضغط عليه بضغط شويه، وبعد كده لو حطيت سبلنت بحطها زي ما قلنا ما تبقاش معموله جامد. بس كده بحاول اثبت. لو ساعات هنقول لكم استخدموا تورنيكي، تورنيكي اللي هو بنربط بيه الانابيب عشان نوقف النزيف لو البندج مش كفايه. بس كده هنا بيقول لك ريكفر ذا امبيتيتد اورجان بارت وتلفها كويس، الصور اللي تحت جنتلي رينز ات اوت وذ ووتر، او طبعا في سيولوجيكال سوليوشن احسن سلايل، وتحطها مع دريسنج بتلفها بدريسنج، بعد كده بتحطها في كيس تمام بلاستيك باك نفسه، بعد كده اللي فيه الامبيوتيتد بتحطه في انذر باك او انذر كونتينر في ايس. طبعا عمري ما احط العضو الامبيوتيتد على ايس ابدا مباشره تمام. دي نفس الكلام اللي قلناه بس بالفرنساوي يعني، حاولوا بصوره اهو بالظبط الكلام، هو نيمه على ظهره الشخص بيتت نيمه على ظهره وحط منديل عشان يوقف حاجه نظيفه، ضغط كويس قوي، قفل بتورنيكيه، قفل ببندج، قفل بمنديل باي حاجه. الجزء اللي حصل له لو انا ما عنديش تلج، لو حاجه في ساعات ممكن ان انا المكان نفسه اثبته في مكانه، لو ما لقيتش حاجه اثبت فيها الامبيوتيد اوجن بثبته مكانه وبقفل عليه، بحطه لو مثلا صبع ولا حاجه ممكن احطه في الوضع المفروض فيه وبقفله ببندج بعد كده معقم تمام. ولازم يكون هيمكتد يعني يكون في مبلل كفايه عشان احافظ على الفيابيلتي بتاعت الامبيوتيد اوجن ده، وبعد كده احط البندج اللي هي بقفل بيها في الاخر بلزق بيها واثبت العضو مكانه زي ما انتم شايفين، هربط الصبع المقطوع بالصبع الثاني. دي ساعات بيعملوا كده ممكن ده يحصل يعني تمام. هنا بيقول لك تعمل ايه، ستيب 1 بتغسل الامبيتيت اورجن بتحطه في باج، وبعد كده الباج بتحطه في ايس. مش هنا شايفين عامل لك يعني اوعى تحطه تنقعه في هو كله في ميه، لا احنا بنحطه في دريسنج ويتد مويست دريسنج،
وزي ما قلنا برضو علامة اكس احمر ما حطوش ابدا على التلج على طول. هنا تمام، مفيش كلام هنا يتقال، هو حاطه هنا في البلاستيك زي ما انتم شايفين، حاط التيكت، التيكت زي ما قلنا بيتقفل، بنقفل وبنحط التاريخ وايه الوقت اللي حصل فيه الحادثه، وبيتنقل في نفس الوقت اللي مع الفيكتيم، بيروحوا الاثنين مستشفى مع بعض. بيقول لك هنا do not try to clean the amputated part، دي مهمه، cover with antiseptic، مش ما تحاولش تعمل لا ده ولا كده، حتى بالاحمر الاثنين، يعني ما تحطش محلول مطهر ابدا وما تحاولش تطهره عشان ما تبوظوش، بتشيل الدبرس بالراحه خالص بالغسيل اكتر، لكن ما بدون ما تستخدم حك او اي نتيجه يعني اي حاجه عنيفه. فيسيولوجيكال سوليوشن بتحاول تغسله تنظفه من غير ما تلعب فيه كتير، وبتحطش ابدا اي حاجه انتيسيبتيك على الامبيوتيتد بارت. طبعا المفروض هنا لو هيموريدج باي كان سبب امبيوتيشن او من غير امبيوتيشن، المفروض ان انا بستخدم ال دايركت بريشر واليفيشن بتاع مكان الجرح، تمام، وبحط بعمل له ريست تو ستوب بليدنج. طبعا هو كل ما اتحرك كل ما كان اجيتيتد هيطلع دم اكتر، فبحاول حاجتين اللي اتحكم فيهم، بقفل اليفيشن وبريشر الكلام اللي قلنا عليه وريست، بي اي ار بريشر اليفيشن والار ريست. however if bleeding persists، لو حصل كده زي ما قلنا بنستخدم التورنيكي، لو البنج مش كفايه بنضطر نستخدم التورنيكي، لو بليدنج ما وقفش يبقى مانداتوري يعني وجوبي، يبقى لازم استخدام اللي هو التورنيكي عشان اقفل اوقف النزيف. How to use the tourniquet، هنا الحمد لله بالانجليزي، ensure your surroundings are safe، تمام، put on gloves if available and expose the wound to removing any clothing، ده بيقول لك من الاول برضه any clothing or debris، بس زي ما قلنا لو شلت الدبرز او الجرح او الامبيوتيت اورجن بالراحه طبعا، وتحاول تغسل اكتر ما تعمل بايدك. انت بتعمل ده بالذات عشان تبقى هوايه قدامك واضحه. بعد كده بحط كونستانت بريشر، فيرم بريشر على الوند، استخدم بس طبعا زي ما قلنا ما بستخدمش ايديا، بستخدم حاجه معقمه، شاشه معقمه او حاجه كلوث معقمه، نسيج معقم. بدور بعد كده على حاجه ينفع اضغط بيها، تنفع زي تورنيكيه، ممكن بيلت، ممكن ستريب اوف كلوز، حزام، جزء من النسيج، بايك تيوب، انبوبه بتاعت العجله من جوه بتاعت البسكليتة من جوه، وبط جزمه لو ما لقيتش، باك باك ستراب، اي حاجه، الباك باك ستراب اللي هو الحزام بتاع العربيات ده اللي هو بيثبت اي حاجه، ايفن ابره اسوء الاحوال. بتستخدم حاجه تعمل تورشن لازم مع الحزام، تبقى حاجه زي عصايه قصيره وجامده ودغري، مش حاجه ملفوفه، دي بتديك العزم، بتستخدمها بتلف بيها الرابطه عشان تديك العزم، وبعد كده بتربطها، عباره عن في العاده عصايه، فلاش لايت، ممكن بطاريه كشاف اللي هو بتاع النور ده، ايفن اراب اب نايف، طبعا لا ما حدش بيستخدم كده يعني صعبه شويه، راب تورنيكي اراوند، تمام، ذا ليم 2 انشز كلوزر تو ذا بودي ذان ذا ووند سايد، يعني بروكسيمال، بتقفل طبعا مش هقفل من تحت، لا الدم هيطلع اكتر، يبقى بروكسيمال، تطلع 2 انش فوق الجرح بروكسيمال للوند، وابتدي اربط، بستخدم التورنيكي كده اوفر ذا جوينت اون ذا جوينت، التورنيكي بحطه بعد ما ربطت، بحطه بربطه في ال بحطه تحت الرابطه بتاعتي اللي هي ربطتها. يستحسن التورنيكي ده بيتربط في جوينت، يعني انا حطيته بعيد شويه عن الجرح هنا. بعد ما ربطت كويس زي ما انتم شايفين هنا في الصوره، ربط فين؟ ربط التورنيكي فين؟ ربط اللي هو التورنيكي، ربطه في الاستيك اللي استخدمها اللي هيعمل بيها التورشن ديفايس، يبقى ربطها. بعد ما ربط الجرح ربط فوق منه التورنيكي، ربط الاستيك وبدا يعمل لها تيرنينج سلولي عشان يعمل كونستريكشن بلاد فلو، دي بتديك تحكم، تعمل كونستريكشن اكتر في البلاد فلو. اول ما الدم يقف بتربط التورنيكي اللي هو العصايه دي، بتربطها مكانها، بتفضل مكانها كده، يبقى انت محافظ على الضغط. البيرسون نايم على ظهره وتشوف لو في شك،
بتحاول تتعامل معاها، بتحاول طبعا تغطيه ببلانكت عشان ما يفقدش حرارة لحد لما المساعدة تيجي. بس المفروض طبعا as soon as possible يتلقى البروفيشنال ميديكال اتنشن. ازاي برضو دي انا اشرح لك اكتر ازاي موضوع الهيموج والتورنوكي، برضو موضوع مش صعب، ممكن تحاولوا تتدربوا عليه. لو الوقت هيطول في الانتظار لازم انك تفك التورنوكي ده كل ساعة، عشان التورنوكي ده لما تعمله بالستيك دي بالتورشن ديفايس هيبقى جامد. التورنوكي في حد ذاته التورشن ديفايس او مغاها جامد، فايه شايفين هنا حاطط التورنيكي والستيك عندها رابطها عقدتين، بعد ما وصل الضغط اللي هو يوقف النزيف حاطط عصايه معديها في عقدتين، عشان العصايه ربطها بعقده في التورنيكي والعقده الثانيه ثبت بيها. في عندك عقدتين، عقده على العصايه مكان فوق الجرح او فوق مكان الامبيتيشن او الجرح اللي هو 2 انش بروكسيمال زي ما قلنا، مش فوق بالظبط، فوق قصدي في المكان يعني بعيد عنه اقرب للجسم، والعقده الثانيه ربطها في الليمب برضه عشان توقف التورنيكي. فممكن افكه شويه او اريحه شويه كل ساعه عشان اشوف الهيموج واقف ولا لا، وعشان ما يحصلش برضه جنجرينا او يحصل اسكيميا في الاورجان، دي مهم برضه. Even if it has stopped bleed, the tourniquet in place so as to be able to tighten if the bleeding restarts. يعني حتى لو انت لقيت مفيش نزيف ما تشيلش التورنيكي وما تشيلش العصايه الستيك اللي حطيناها دي عشان التورشن ديفايس دي، لا خليه فك زي ما انت عايز، بس خليها لان اي وقت يحصل فيه ريبليدنج تقدر تقفل بسرعه، ما تقعدش لسه تدور على التورنيكي وتدور على العصايه وتثبتها وكده، لا العصايه متثبته الستيك متثبته والتورنيكي موجود وبتقفل على طول لما يحصل اي مشكله. شايفين هنا عمل بادنج لو الجرح يعني بيحب يجود، فعمل بادنج زي ما انتم شايفين جاب حشوه كده واعملها وحطها على تحت البندج او تحت الدريزنج اللي ربط بيه. شايفين انا حط التورنيكي بتاعه او البندج او اي حاجه وحط الستيك. هنا الجرح مش كبير، المكان مش كبير، فاستخدم قلم رصاص، تقريبا استخدم قلم رصاص عامله هو التورشن ديفايس دي الستيك بتاعته، ربط كويس قوي، لف بالتورنيكي الحبه النزيف وقف، وبعد كده ربط التورنيكي مكانه كويس، ربطه هنا من ناحيتين عشان يطمن انه مش هيرجع تاني، اللي ممكن تربط من ناحيه او من ناحيتين لو عايز تحكمه اكتر. وهنا كاتب على الفرونت بتاع الفيكتيم كتب التاريخ، الموضوع ده حصل امتى، النزيف امتى، او الفتحه حصل امتى، والساعه، اهم حاجه الساعه طبعا. الدنتال افالجن يعني لما يحصل خبطه مثلا جامده، طياره ضرس او طياره سنه، بتاكد الاول بعمل اي بي سي لو احتاج الكولم كيز، هل الخبطه في الدماغ، طيب هل هنا في اصابه في الراس او في العمود الفقري، لازم اتاكد ممكن الخبطه فعلا تاثر على الجمجمه او تاثر على السكال او تاثر على السيرفيكال سباين. بحط دايركت بريشر على الدنتال كافيتي اللي هي طارت دي مكان التجويف السنه اللي طارت، ستوب ذا بليدنج، ليت ذا بيشنت بايت. بعد كده بقول له عض تيك باد، حشوه معقمه طبعا افضل نظيفه، بحطها على السوكت واقول له عض جامد عشان النزيف يقف. لو التوث لقيتها وكانت نظيفه ممكن احطها في السوكت تاني، طبعا مش مستحب قوي بس ممكن احطها على السوكت، يحاولوا يرجعوها يعني. انلس ايه، لو واقول له يعض عليها بحطها تاني في السوكت، انلس الفراكشر في فراكشر اف اكس دي معناها فراكشر، الا لأ طبعا لو في فراكشر في الجو مش هخليها، مش هعمل اي حاجه مني، مش هحط اي حاجه جامده جوه السوكت او الفم يعني، هخليه بس يحط باد ويضغط عليه وخلاص عشان يوقف النزيف لو قدر. طيب هوقف لحد هنا دلوقتي وابتدي ايه ان شاء الله اكمل قدام شويه ان شاء الله الصوت يكون واضح. هكمل النهارده برضه، عايز اخلص المحاضره دي النهارده باذن الله.